هو أحد الأحياء الفوضوية التي سويت بالأرض ليتم ترحيل 120 عائلة بشبيطة مختار بالطرف إلى سكنات جديدة ولائقة. كنا عايشين في ميزيرية كبيرة، منزل قصديري منذ سنين، والحمد لله رب العالمين، كتخير ربي كتخير الدولتين اللي وكنت معنا عطتنا. كنا عايشين في سكنة هشة من عهد الاستعمار في حي ملكي محمد، واليوم جينا للحي الجديد هذا في سكنات لائقة الحمد لله. الإنسان يقول الحمد لله، والفضل يعني يرجع البرنامج رئيس الجمهورية. هي المحطة الرابعة للترحيل وللقضاء على ما شوه جماليات عمران شبيطة مختار والطرف ككل، ليقفز تعداد من رحلوا من سكنتهم الهشة إلى أزيد من 700 عائلة. تم تجنيد جميع الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذه العملية. بالنسبة لإسكان جميع المواطنين في منطقة مالكي، هذه السكنة تتوفر على جميع الشبكات المختلفة. هي عملية ضمن عمليات إسكان تأخذ أكثر من صيغة، تؤكد الوصاية أنها متواصلة. خططنا مخطط يعني استعجالي، ويعني مضمونه هو توزيع 2245 وحدة سكنية من صيغة العموم الإيجاري. هذه العملية جارية، تم الإشهار على أربع قوائم على مستوى بلدية البسباس عين الكرمة، بالإضافة إلى القالة والشافية اليوم، في انتظار 7 بلديات أخرى سيتم الإفراج عن القوائم في غضون هذا الشهر. حي جديد يكسر هدوءه زغاريد الفرحة، والكل هنا يودع الهشاشة لسكنات أكثر كرامة.